زياده قد ايه بعد المعدل من 60 ل 70% ونسبه الاقبال بعد قبل الزياده اللهم كان على رجالنا يا رب نزلت المعدل مره 60 70% اهم انواع الشنط انواع الشنط اللي موجوده هو ده اثر على شنط المدارس وعلى شنط السفر على المهنه بصفه عامه. طيب لما يجي حد يشتكي وعايز حاجه نظيفه تنصحه بنوع ايه مثلا او التصميم ايه بالشنط؟ لا هو الشنط كلها بصفه عامه كلها كويسه. بلاستيك؟ دي يعني النوع النظيف؟ ده النوع العادي برضه بلاستيك لازم نجيب لهم ده ونجيب لهم ده. يعني الشنطه دي مثلا